فاطمه مرحبا عسلامه زرتنا البركه لا فاطمه ميرسي بوكو منين جيتنا من باردو من باردو تحيه لباردو لا فاطمه تتفرجوا البرنامج هذا اي حسب رايك شكون استدعيك عرفش ما عنديش فكره عندي مشكله مع حتى حد من غير برشا سسبانس شوف شكون صداك راجلي راجلي سلام عسلام سافا الحمد لله وانتي سلام شبيك لاباس فاطمة تحبني يا فاطمة بيان سور كان محب راجل سامحوني لحظة نستأذن سامحوني يا أمان هاني غادي أنا لبرا كيو البنات والله ننقص عليكم كلمة أنا تو فاطمة نعرفك متعذبة معايا وسامحنا اللي صار كليك هذا ما كناش متوقعينه نعرفك أنت تضحي معايا نعرفك تحبني ونعرفك ناقصة ياسر حاجات وقاعدة مضحية على خاطري وانا ما عندي حد ربي بفوق وانتي ملوطة انتي وولدي كو نحب حاجة نطلبها منك ما تتخليش علي ونحي فكرة ايه ما باش تحرق تقول باش نمشي نهز ولدي ونمشي ما عادش نجم نزيد اكثر من هكا والا الانتحار قداش من مرة زادت بالانتحار نعرفك ناقصة لبسة ناقصة في عيشتك ياسر حاجات ما تمتعتش بالقدام متعتك من الاول شوية والله غالب طاحت بيا الدنيا تعرف ظروفي مخبي عليك حتى شيء تعرف شنو الحساب البنكي بتاعي فروش راني كل ما طلع لي نعرفك صابرة معايا وضحيت 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 نعرفك مضحية حتى من اخواتي اللي عملوا فيك نعرف غيري منك خاطر صغيرة وتحفولة وبنت دار ومنين الدور الدور منين يدو كل شيء تعمل يرحم الأم اللي جبتك والبو اللي ربى عايشك تسكر على بابك الدار نمشي بتهني لا تخالط لا عندك جيران لا تمشي لا تجي لا هي براني نعرفك وباش نقولها قدام 12 مليون تونسي طفلة صغيرة كيفك تغسل لي تحجم لي لحيتي تحجم لي شعري تقص لي ظوافري ما عنديش مزية ما ثم حتى شهر نعرف لا مزية واكبر مزية مرا أكبر منك وعملوش وشوف قليل وجودك ما حتى مرا تخسر رجال من القاع ساق القاع راسه تقص لي ظوافره عملني بيبي معاك الظروف خلتني هكايا بالله فاطمة تسلفت من الباكة أنا في الروجة ما نلقاش حتى بالساعات نخلص الكراهة أنت في بالك ونمشي نتذل عند اللي خرجوني باش يعطوني ونتذل عند هذاك وهذاك وصلت قدامك نعطي شيكات وناخذ فلوس باش نجم نعمل هكا وهكا ونوريك ما نخبى عليك حتى شيء ولو ماذا بيا ما نوريكش باش ما نحسكش بالله غالب ما بيدي حيلة خذيت البري باش حليت لك صالون ظريفه ما عنديش باش نعمل لك برودويات ونعمل لك واحد باللي نجم عملت لك باش على الاقل تخدم البروشينغ ولا حاجه
ونعرفك اللي تصوروا إن شاء الله يززي باش تخلص الكرة باش سعاد جيبي غرطة لولدك اللي عاش محروم مسكين ولدي ما عاش حتى سي طيب ما عاش كيما الناس سي طيب أنا قص على كلمة بالعسل سي طيب عايشك خويا هو اللي حكيته أنت مش مزية أنه مرأة تعمل مع رجلها الشيء ذي ولكن يا خويا ملا فاطمة ريت توا فاطمة الناس اللي هنا روا وإحنا منا برشا يتفرجوا توا ملا فاطمة فعلا ملا فاطمة فعلا ملا فاطمة المرأة هذه تحبك بالحق الكلام اللي تحكي فيه توا شفناه التصوير قاعدين نشوفوا فيه معناتها مرتك وشو اللي قلته انت الكلام الكبير برشا قلت رغم اللي هي صغيره ولا بعدتك ولا طيشتك ولا ومرضت وطاحت بيك الدنيا خاطر وقتاش تعرف الحب وقت اللي تحك الركاب مش وقت اللي انا خويا في الكيكيكي كاكاكا وبكرهبتي وبدنيتي وكذا لا 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 وقت اللي انا رهينه في تركينا شكون طلع لي وشكون سال علي مرحبا بك الا فاطمه عايشك وبيك فخورين بيك برشا عايشك ربي انك جيت بحذانا عايشك ميرسي رح نسالك سؤال تفضل يا اخي حكايه الحرقه هذه موجود منها اي خاطر تعبت برشا تعبت بالحق حتى حرقة معناتها بطرق غير شرعية أختي الباهية ومعاك طفل صغير وكل خاطر مرة تعبت بالحق قلت يعني عيش أنا ولدي وحدك. ينموت أنا ولدي معناتها يعني عيش أنا ولدي ونوصل لباس ينموت أنا ولدي خاطر احنا بطبيعتنا عايشين وميتين في نفس الوقت ما عادش نجم نقدم حتى شيء للراجلين ما عادش نجم بالحق خاطر هزيت فوق من طاقتي وعائلته معناتها بالحق عنده أخته ياسر عملت فيا من اللي عرست بيه من أول نهار في عرسي حتى كشلتاوة معناتها بوغتو ما عرفش كان أحكي لكم الكل مريت ببرشا حاجات صعيبة في حياتي وأنا يعرف أخذيته على حب ما أخذيتوش معناتها إنسان مش على خاطر كبير في العمر الحب ما فيهوش عمر نحب نقول حاجة اللي الحب عمره ما كان معناها بالعمر راجل كبير ولا كنت ناجم ناخذه صغير كنت ناجم ناخذه صغير وكنت ناجم نتعب أكثر من هكا في حياتي فهمت مي هو به معايا برشا طيب وقلبه حنين ياسر وعمره ما نهار قال لي كلمة توجعني انت قلت الحب ما يعترفش بالعمر معناتها انت هنفسر لك حاجه مثلا انا به انا كيف شرى الاشياء فاطمه انا مش عايط لك بنتي خاطر انا زاد عندي بنتي اسمها فاطمه عايشك ربي عباره باش نحكي مع بنتي ريت انا ماني حبيت لا يهمني لا شكله الحب انا نحكي لك الحب كيفاش نعرف حسب ما نفهم في الحب لا شكلا لا مستوى معيشي مش عنده فلوس لا قديش عمره بارابور مو خاطر راهو ثم مشكله نعيشوا فيها في الحياه يحبونا نحبوا كيما هما يحبوا مشكله عايش فيها مجتمع كامل دمروا شبيبه يحب كيما هو يحب يحب كيما هو يحب ما ينجمش يحب كيما انت تحب يحب ما يحب ولا يحب اللي يحب كل انسان في الحياه يحب اللي يحب سيبوا مال الحب
سيبوا الحب يا ناس. عائلات دمرت بناتها ودمرت ولادها وش تاخذ فيها الواو سمعنا عليها كدايني. تسيبوا الناس احضر محضر خير. اه نصيحة من الدين. اسمعني فلان زيد شوف اسأل على العائلة زيد تبع نصيحة من الدين. هذيك مسألة أخرى باش ننصحك أي أما باش نقرر في بلاستك ونحب في بلاستك يحطوا رؤوسهم على مخدة يعرفوا رواحهم متهنين ولا ولا أنا غلط؟ هنيئا لك يا بيتي الزوج. احنا طب باش نحكيو معاه. شوف أختي كلامك الكل على عيني وعلى راسي. الإنسان يمر بفترات يأس. قلت لك أنا طب باش نحكي معاك كما بنتي فاطمة. ربي يستر ربي فضلك. الحرقة تفسخها من الديسك ديور بتاع مخك أنت ولدك ماهيش حل ماهيش حل. وشدي في ربي يا خيتي شدي في ربي. تو إنسان نعم يا سيدي الانتحار فكر في الانتحار تعرفش معناتها ولا من دينتك لجهنمك. وانت مراي وخيتي بسم الله ما شاء الله والمستقبل قدامك. مراه لك خاينه لك غداره الحمد لله لك انت بنت اصل يحكي عليك الراجل بالله العظيم من اروع قصص الحب هكا ولا دونك يجوني بديو تويكا صفحه جديده. الراجل يمر بفتره وناقف الناس الكل يمر بفتره خايبه برشا برشا برشا. خمم في مشروع وبالك الليلة تتحل قدامك ألف باب وباب. خمم في مشروع أنت ما عندك في الحلاقة والحجامة أنا حالة صالون با هو زيد وقف لي وما نكذبش عليك معناتها قعدت نخدم كيف البروشين كاكها بحكم ناقصة برشا برودويت وكيف نخدم نصرف على ولدي معناتها الإنسان ذي بالحق ما تعب مينجمش. تعب وما ينجمش بيه هو المشروع البروشينك أنا ما با ما نفهمش شوي فلا. قديش مثلا انت باش تنجم تقف على سخيك؟ انا يلزمني البرودويات الناقصه للصالون تاعي خاطر عندي برشا برودويات ناقصه تقريبا قاعده نخدم في البروشينغ كاكاها وما عنديش تقريبا قديش؟ تقريبا باش تاخذ شو يتسمى البرودوي هذا باش تنجم تبدا قديش؟ بس 4000 5000 خاطر انا بطبيعتي كوافير استيتيك معناها نعمل لي سوان نعمل وين حال انت؟ في باردو شارع بيروت. في باردو شارع بيروت بيه. اتيني انا ما عنديش مع البروشينك اما باش نجيك في باردو شارع بيروت شارع بيروت اقسم بالله فهمني تحبي تصويت تين على القهوه في الحانوت تاعك كذا ها كي نستشفروا للنساء شعورات كيش تولي نعملوا حاجه بيزار بفضلك بيان سور. انا باش نجيك غادي باش نعملوا معاينه للحانوت فهمتني؟ مرحبا وادعو الناس اللي يتفرجوا فيا الكل فهمتني ولا يمشيوا للحانوت تاعك اللي هو نهج بيروت في باردو اي شارع بيروت بيه. وبالك بعد الحلقه هذه نلقاو شكون يمد لك المونطون هذايا كان مش اكثر باش تنجم تزهز حانوتك داكوردو؟ عشك اوكي داكورد وانا نشوفوا مثلا المؤسسه تعطيك الماتريال باش تنجم لي برودوي ثم راهم شركات يبيعوا في لي برودوي هذوما فهمني ولا تو انا بعلاقاتي الخاصه نشوفوا لك مؤسسه وانا نذكر اسمها لو كان هي تتبناك نذكر اسمها في البرنامج هذا ونحييها في البرنامج هذا تعمر لك الحانوت اتفقنا؟ عايشك سي جعفر ميرسي بوكو. نرجع للحب تو الرجل هذا أفاطمة سيتي البتديج أفاطمة أبطل صفاقس ورجع لك يا فاطمة وي وينو عبد الحليم يا زعيم كان في هنا بابا فكرها أخويا في الماضي الجميل أي أخوي الليلة يلزم تعديو أحلى ليلة في الحياة أقسم بالله لما نلقاو لكم حل إن شاء الله داكوردو ربي فضلك باهي هي الساعة خلي تقف على ال فهمتني ونلقاو حل أه تفضل فاطمة اقف سي الطيب أعطينا على الأقل دقيقة متاع لالا فاطمة
تارارام لالا فاطمة. ماذا بيا سي طيب الصوت الغناء ماذا بيا تحب تعبر هكاك بالغناء؟ تفضل سي طيب تفضل. نعبر بالغناء انا. ربي يطيح لنا شوية الضوء خلي شوية جو رومانسي يا ربي. والله الدنيا ضوء ياسرك عاد. طيحوا لنا شوية إضاءة يرحم والديك كان ثم الإمكانية باش سي طيب يلقى راحته في الرومانسية. يغني لك فاطمة؟ برشا وسيغتو عنده صوت برشا في أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. عنده صوت هو من ناحية عنده صوت فاطمة؟ لا في بالحق في فاطمة خلي العباد يعاونوا وكسكتي أختي. صوته باهي صوته باهي معتبر فاطمة. يدندن فاطمة يدندن وسكتي على راك. هاي طيحوا لنا شوية الإذاعة بربي خلي هاي يعطيها ذريبتين يا جعفر قبل ما نغني وكل حاجة فهمت مرتي راهي تغني بالقدا اي تغني بالقدا ستوب تو انت باش تغني لها وفاطمه باش تجاوب بغنيه ان شاء الله نجم نهز ساقي سي بون امشي والله 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 بحلم بيك شبيك انت هذا غني انت شبيك انت قال لي قولها غني لها بحلم بيك هذه راه بتغني انت استغفر الله تحير تلك المواجهه انت تحير عليه الروماتيزم اللي ورايا راه قال لي قولها غني لها بحلم بيك هاي يا باباي هاي سي فهد هاي فاطمه شنو الغناء اللي تحب شنو الغناء اللي تحبها فاطمه اي غنية اي غنية انت عمري انت عمري حسا انت عمري ايام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراح اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع طيب ارتاح طيب ارتاح امشي جاوب وفاطمه ما عنديش صوت طيب ارتاح بابا ارتاح بابا ارتاح غني ارتاح كبست الامور شويه راه نعرف بالحق ما نعرفش شنو تغني هي شنو تغني نعرفش نغني غني. تغنيها بالقدا انت نو نو ما نعرفش ما عنديش اه تغني اسمع باش لازم انت عمري عند 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 غنايه حلوه تقول مصاب قبل جعفر نحب نغنيها له شنو الغنية؟ نعرف ما عنديش حتى غنيه اي لا اي قلنا شنو شنو الغنيه؟ بون انا نغني لرياض بكار مزود ما اي يا بابا امشي باباي هاي سكيت وحدها بين البحر والموجة حكاية حب طويلة وبيني أنا والبخت وبيني أنا والبخت حكاية عذاب طويلة يا القلب حنين صافي والناس غير تجافي من همي ضحكت وعمري ما فرحت ومن همي ضحك لحظة لحظة موين انا راني مانيش حافظ محلاك يا امي منورة لا ما نعرفش نعرف اغنية رياض بكار انتي حيان شوية واحد ريت مرت شنية العباد تو شيخين معاكم وباش ندبروا ونعمروا الحانوت وكذا والبخت عربوش يا دنيا امشيني نوردو فهمتني يا ماشي يا عشط والكريتا يا واكل الدلع والزميتا يا لاني يا لاني يا لاني يا لاني Thank you.
هيا صلي بون مرحبا بكم في تلفزة تونسية. في تلفزة تونسية تباعد ضربات تباعد هاهي ضربات تباعد. اقعدوا سيدي ارتاحوا مرحبا بكم. الله طيب اخوي تحبيه طيبة؟ اي برشا بالحق. تحبه برشا والله حتى هو راهو عسل قسم بالله عسل. عارف اش تعيط له؟ قتلك تيبو. شكون عايشة معاه وانت؟ فريدة ديما نتربج بيه. فريدة فريدة اي لا فريد خاطر اي خاطر هو عنده زوزة سامي. فريدة وانت شنو تتربج بها؟ فطيتم وفطتم. فطيتم فطيتم وفطتم. فريدة وقت فطيتم ولا يجي سيتكم فريدة وفطيتم. فريدة ان شاء الله ما نسمعوا عليكم كل الاخبار الطيبة. انا متاكد اللي كونوا قبل ما نواصل معكم الاخت مزروبة عندها سهرية اخرى فهمتني ولا لا؟ معناتها فهمتني تصفق تحب ان شاء الله ما نسمعوا عليكم كل الاخبار الطيبة. وانا متاكد اللي بعد الحلقة هذه برشا ناس باش يتفاعلوا معكم. وانا كما قلت لك باش نعملوا زياره للحانوت نتاعك. وانا كيما قلت لك ادعو اي مستشار في مجال المكياج ولا لي سوان هذوما موجودين برشا برشا برشا. وانا متاكد اللي باش يدخلوا تدخل عاجل معاك وباش يعمروا لك الحانوت. ونحن في البرنامج هذا مستعدين انه نعملوا لهم اشهار ليهم انتوما على الحركه الانسانيه اللي عملوها. ست طيب ان شاء الله نسمع عليك الاخبار الطيبه ونتكلموا مع بعضنا. ولا لفاطمه نحب تحيه كبيره برشا ليك. شكرا لك. الله يخليك.